انتشار انتشار البنوك الجزائر في الخارج سيستمر في سنة 2024 و2025، يعني بعد البنك الموريتانيا والسنغال، في نتمنى ان في هذه السنة ان تفتح ايضا البنك الخارجي في باريس، وايضا في البنك الجزائري في كوت ديفوار، ونعمل حاليا لفتح البنك الجزائري في الصين. هذا يعني هذه البنوك كما تعلمون ستساعد المؤسسات الجزائرية في عملية التصدير وطبعا تمويل كل عملية تجارية مع سواء مع القارة الإفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية.